طيب ده على مستوى الأخبار. خلينا قبل ما نشوف الصحف العالمية قالت إيه في المحترف، كالعادة بعض الأخبار السريعة. أولها إن رابطة الليجا الأسبانية بتحدد ميعاد الكلاسيكو، ومن واضح كده الكلاسيكو ما بين ريال مدريد وبرشلونة سيعود للأضواء مرة تانية، والمشوار الكبير اللي بيعمله برشلونة وأداؤه مع تشافي. رابطة الأندية أو رابطة الليجا الأسبانية حددت إقامة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في منافسات الجولة 9 من الدوري الإنجليزي، وقررت إقامة المباراة يوم 16 أكتوبر. المباراة إن شاء الله هتكون الساعة 4:15 بتوقيت القاهرة إن شاء الله. المباراة زي ما حضراتكم عارفين على سانتياغو برنابيو، ده طبعا معقل للنادي الملكي اللي طبعا ريال مدريد بيتصدر الدوري الأسباني في المركز الأول ب 18 نقطة، بيليه الفريق الكتالوني في المركز الثاني ب 16 نقطة. برشلونة الحقيقة في المباراة دي يمكن هيفقد مجهود طبعا نجم الدفاع أو ثنائي الدفاع كوندي اللي أصيب مع المنتخب الفرنسي، وأروخو أيضا عنده إصابة. مباراة القمة مش هيكونوا موجودين أمام ريال مدريد، لكن أكيد هيستعيد ريال مدريد خدمات ومجهودات رأس الحربة العالمي كريم بنزيما عقب طبعا التوقف الدولي، وطبعا هو ماشي على نظام علاجي، يمكن إصابة كانت بسيطة، ولكن كل المؤشرات بتقول أنه سيعود مرة تانية لصفوف الملكي بعد الأجندة الدولية. طيب خبر تاني معانا، ميسي وما بين قوسين بيقول ليس دائما يفوز الأفضل. ميسي قال كده امتى؟ طبعا نجم باريس سان جيرمان ومنتخب الارجنتين اتكلم عن التحديات اللي تنتظره خلال الموسم، واللي طبعا في مقدمتها قال الفوز مع باريس سان جيرمان بدوري الابطال. ده طبعا كلام ميسي انه عنده دوري الابطال مهم جدا جدا على مستوى طبعا باريس سان جيرمان. وقال ميسي إنه موسم استثنائي لأن كان كأس العالم كمان سيقام في الشتاء، لكن دوري الأبطال مسابقة صعبة، ودايما بيقول أو هو بيقول الأفضل لا يفوز دائما باللقب، التفاصيل مهمة وخطأ واحد قد يكلفك الخروج. حديث ميسي عن منتخب الأرجنتين علق وقال جاهزين لمواجهة أي منافس، الجهاز الفني يعمل بجدية لفرض أسلوبه مهما كان الخصم، كأس العالم بطولة صعبة، تفاصيل صغيرة ممكن تؤدي أيضا إلى الخروج، لكن هذا المنتخب جاهز للمنافسة وسيقاتل بقوة في كأس العالم. تابع كمان قال كأس العالم 2018 يمكن زاد الحديث عن سهولة مجموعة الأرجنتين، لكن الأمور لم تكن كذلك، يعني تعادلنا في أول مباراة وخسرنا أمام كرواتيا، وكان علينا القتال أمام نيجيريا لتجاوز هذه المجموعة. كمان ميسي أضاف إن الفوز طبعا بكوب أمريكا الموسم أو العام الماضي لحظة تاريخية بالنسبة له، لحظة رائعة، وقال إن الانتصار بيغير كل شيء ويجعل الأمور تسير على ما يرام، ومنتخبنا قدم أداء أكثر من رائع في النسخة السابقة بكأس العالم وكوب أمريكا، لكن الفارق ان هذا الجيل حلفه الحظ في التتويج بلقب واحد، وهي لحظه استثنائيه لي بعد ما حققت تقريبا كل شيء مع برشلونه، وتعرضت لانتقادات شديده جدا على مستوى المنتخب القومي. طبعا ميسي بيعول كثيرا جدا جدا على بطوله كاس العالم، يعني ميسي اعتقد لو فازت الارجنتين بكاس العالم اعتقد ميسي هيكون حقق كل شيء على مستوى الانديه على مستوى المنتخب، وهو بيقول وملاحظ دوت ان يمكن كان في انتقادات كثيره جدا عن ميسي قبل الفوز بكوب امريكا انه بيأدي بشكل جيد مع الانديه، ولكن على مستوى المنتخب الارجنتيني لم يفز باي بطوله، لكن كوب امريكا اكيد كان شيء رائع واستثنائي زي ما بيقول لميسي، ولكن يبقى كاس العالم والفوز بكاس العالم هو يمكن الكاس الوحيده الذي لا يفوز بها ميسي، ويعني في انتظار اقل من شهرين عشان نشوف المنتخب الأرجنتيني وميسي في كأس العالم. طيب خبر أخير، ريال مدريد يقترب من خطف بلينجهام طبعا المدافع وسط الملعب طبعا لاعب بروسيا دورتموند. ريال مدريد في انتظاره وفي انتظار طبعا هو كان قدم عرض في الموسم الصيفي، لكن
يعني تمسك به بروسيا دورتموند. زي ما حضراتكم عارفين كشف التقارير ان ريال مدريد بدأ الاتصال مع بلينغهام في 2022 كصفقة بديلة، حال فشل طبعا الفريق الملكي في ضم تشواميني. لكن ورغم نجاح الريال في ضم تشواميني ان ريال مدريد لازال مستمر، لم يقطع الاتصالات مع بلينغهام، وطلب بعدم تجديد عقده مع دورتموند، ان هم بيخططوا لانتقال هذا اللاعب بشكل كبير جدا جدا لريال مدريد. ويمكن بعض التقارير اوضحت ان بلينغهام حيوفي بكلمته مع ريال مدريد رغم الضغوط الكبيره اللي بيتعرض ليها من دورتموند. والعروض كمان عنده عروض كثيره جدا جدا من انديه كبيره في الدوري الانجليزي الممتاز، على راسها مان سيتي والمان يونايتد وارسنال وتشيلسي، ولكن اعتقد ان هو في طريقه الى الريال الملكي. دورتموند طبعا كمان زي ما بقول لحضراتكم ان العلاقه الجيده ما بين ريال مدريد، الناس وتقارير بتقول ان في علاقه جيده ما بين الريال ودورتموند، هي اللي ممكن تحسم هذه الصفقه لصالح الريال. عندنا يمكن اخبار كثيره جدا، لكن خلينا نقول على مدار حلقتنا ان شاء الله ضيفنا النهارده هيكون محمود شاكر، هنتابع من خلال لقائنا معاه يعني ملفاتنا الكثيره وخاصه الفرق الكبيره زي ما بقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل في انجلترا، في طبعا لسه في المانيا، في اللي بيحصل فيها فرنسا كمان اللي بيحصل فيها. هل ساوث جيت المدير الفني للمنتخب الانجليزي هتكون اخر محطاته هو كاس العالم؟ ده اللي هنتابعه مع محمود شاكر.